خير مشاهدينا، اقول لهم نهاركم مبروك، نهار اليوم او الحلقه وشباب ايمان. اكيد مع ارتفاع في درجات الحراره، يعني الحراره راهي نوعا ما شويه مرتفعه. شويه صفر، ماشي مرتفع ايمان، 29 هنا في العاصمه، يعني ماشي حاجه بزاف. هذا هو يعني المرحله الانتقاليه لفصل الصيف، ومازلنا في فصل الربيع، والحال راهو شباب. يعني من نهار اللي مع الصباح يعني مع الفجر كان الحال، يعني كان الحال شباب، ويبقى دايما ان شاء الله نهار اليوم الحال شميسه تميز مستوى العاصمه ومدى كامل المناطق الغربيه الوسطى الشرقيه وحتى المناطق الجنوبيه. الحال راهو كامل الشباب، راهي كاينه شويه زوابي على المناطق الجنوبيه، ريح شويه قويه تلحق حتى 40 كم في الساعه، وزوابي رمليه دايما امر عادي بالجنوب الجزائري. نروحوا نشوفوا الحال كيفاش حيكون ان شاء الله لظاهره اليوم. الحال ان شاء الله حيبقى كما حنشوفوا الان في الصوره، يبقى دايما شميسه تميز كامل المناطق الشماليه وحتى على المناطق الجنوبيه للبلاد. حيكون شويه غيوم راح تخص منطقه تمن راس حتى لمنطقه عين قزام، برج باجي مختار حتى لمنطقه جانات كما رانا نشوفوا في الصوره، والزوابي الرمليه راح تبقى دائما تنشط على منطقه ادراتي ميمون رقان حتى على منطقه تمن راس عين صالح، كذلك على منطقه اليزي، كذلك على منطقه ورقله والواد. درجات الحراره القصوى ان شاء الله لظهيره اليوم راح يكون حل دائما شويه سخون على كامل ولايات بلادنا كما رانا نشوفوا في الصوره، راح تطلع حتى 29 درجه بالجزائر العاصمه بومرداس وتيبازا، 28 درجه بمنطقه ارزيو حتى لمنطقه بني صافوا مدينه وهران، تلحق 33 درجه كعلى مقياس بالمناطق الشماليه بمدينه الغواط، 29 درجه بمنطقه بوقطبح نفس المقياس نسجلوه على مستغانم حتى لمنطقه تلمسان، 28 درجه نسجلوها بقسنطينه برج بارج عين ازل حتى المنصوره، 24 درجة ببجاية سكيكدا وعنابة، وبالجنوب يبقى دائما الحال سخون مش حيتبدل كما رانا نشوفوا في الصورة، حنسجلوا من 32 درجة على منطقة الوادي إلى 45 درجة بعين قزام وبرج باجي مختار. يوم في الليل ان شاء الله ونشوفوا الحال كيفاش راح يكون كما رانا نشوفوا الان في الصوره، الحال ان شاء الله اليوم في الليل راح يكون صافي ان شاء الله كما رانا نشوفوا ايمان في الصوره على المناطق الشرقيه وحتى الغربيه، تكون كاينه شويه غيوم على وسط المنطقة الوسطى للبلاد، بصح هذه الغيوم راح تكون دون فعاليه يعني ماش حتبدلناش طاو. بالجنوب الجزائر يبقى دائما الحال صافي على شمال الصحراء والجنوب الغربي، ويكون شويه مغيم على الخط الرابط بين منطقه ادرار تيميمون رقان تمن راس وحتى على منطقتي اليزي وجانات. درجه الحراره ان شاء الله نسجلوها اليوم في الليل كما رانا نشوفوا في الصوره ايمان، في الليل حيبقى دائما الحال شويه سخون، راح تطلع حتى ل 17 درجه نسجلوها بالمديه عند دفله وتيزي وزو، 20 درجه بالغواط نسجلوا 14 درجه وهذا على السواحل الوطنيه من بني صاف وحتى العنابه وصولا لغايه عنابه مرور بسكيكده وبجايه وجزائر العاصمه. بالجنوب الجزائر نسجلوا ما بين 19 درجه حتى 26 درجه بعين قزام وبرج باجي مختار. ايمان ما بقناش على رمضان حتى واحد 10 ايام ان شاء الله، ان شاء الله يدخل علينا بصحه ولهنا ان شاء الله، يعني رمضان الناس كامل تحوس للحال كيفاش حيكون سخت الاسبوع الاول من رمضان. روح نربطوا الان اتصال مباشره مع المكلفه بالاعلام بالديوان الوطني للارصاد الجويه السيده هواريه. صباح الخير سيدتي. صباح النور الاخت حسيبه. سيدتي يعني بدايه ما بقناش رمضان حتى حوالي 10 ايام، يعني تبقى دائما توقعات، حبينا نعرفوا توقعات الحال كيفاش حيكون الاسبوع الاول من شهر رمضان يعني نهايه شهر ماي ان شاء الله. اذا بالفعل اخت حسيبه هناك فرق بين التنبؤات والتوقعات، وكما ذكرتي جيدا للتوقع ب يعني وضعيات جويه اكثر من 10 ايام نتوجه الى نماذج عدديه موسميه، يعني تعطينا معلومات عامه نوعا ما وليست دقيقه كالتوقعات. دقيقه سيده معذره، دقيقه يعني تكون معلومات دقيقه ان شاء الله، ونقول للمشاهدين يعني ينتظرونا يعني الاسبوع المقبل ان شاء الله تكون ادق، يعني نعرفوا درجه الحراره بالادق ان شاء الله. كلما اقتربنا من الحدث ان شاء الله راح تكون معلومات ادق. اذا فيما يخص يعني تحليل النماذج الموسميه تقول ان شاء الله انه نهايه شهر ماي بالنسبه لدرجات الحراره القصوى سوف تكون درجات حراره قصوى جد عاديه على اغلب المناطق الشماليه للوطن، بينما للمناطق الجنوبيه في بعض الاحيان راح تكون درجات حراره نوعا ما تفوق معدلها الفصلي وهذا في اواخر كما قلنا شهر ماي. اذا هذه يعني هو تحليل عام كما قلت هي توقعات وليست يعني تنبؤات، ولهذا
يعني نقولوا باللي من حين لاخر ممكن قد نسجل خلال الاسبوع الجاي او خلال العشرة الايام القادمه ان شاء الله نهايه شهر ماي يوم او يومين تكون فيه درجه الحراره تفوق معدلها الشهري، ولكن هذا يعني حسب النماذج العدديه ما رايحش نعيشوا ان شاء الله موجات حر، تكون درجه حراره جد عاديه حسب تحليل هذه النماذج العدديه باذن الله. نعم ان شاء الله. يعني من فضلك سيدتي يعني معلومات يعني فيما يخص يعني درجه الحراره، شحال تقدر تطلع يعني درجه الحراره قلت لك تقدر تفوق معدلها الفصلي؟ إذا حسب النماذج العددية تقول أن المناطق الغربية هي لا تشهد درجة حرارة نوعا ما أكثر، يعني تكون مرتفعة بالنسبة لمعدلها الشهري مقارنة مع المناطق الوسطى والشرقية. إذا ممكن مثلا نعطوا معدل درجة حرارة، معدل درجة حرارة المتوقع على المناطق الغربية للوطن فهو ما بين 22 إلى 24 درجة. هذا معدل، إذا هذا يعني بأنه من حين لآخر ممكن قد نسجل 28 إلى 29 درجة مئوية على المناطق الغربية. بالنسبة للمناطق الوسطى والشرقية معدل درجة الحرارة يقارب حتى 22 درجة مئوية. هذا المعدل، إذا هذا يعني بأنه من حين لآخر ممكن قد نسجل في بعض المناطق، لأن الشرق والغرب شاسع جدا، من في بعض المناطق الوسطى والشرقية درجة حرارة قد تفوق حتى 30 درجة مئوية. والجنوب سيدتي؟ نعم، بالنسبة للمناطق الجنوبية حسب التحاليل تقول أن في المناطق الجنوبية قد يعني نعيش درجة حرارة جد مرتفعة كما ذكرت قد تفوق معدلها الفصلي. فعلى سبيل المثال معدل درجة الحرارة المتوقع هو ما بين 34 إلى 36 درجة مئوية. معدل، هذا يعني بأني ممكن نسجلوا حتى 43 إلى 44 درجة مئوية على وسط الصحراء.